إذا لمناقشة أبرز ما تناولته الصحافة المحلية والعربية والدولية عن الشأن اليمني، اليوم أرحب بضيفي في الاستديو الصحفي والإعلامي لطفي نعمان. مرحبا بك يا أخ لطفي. مرحبا بكم. وسيكون معي عبر الهاتف الصحفي والإعلامي والكاتب السياسي منير الماوري. أرحب بك يا أستاذ منير. مرحبا وسهلا. أبدأ معك أستاذ لطفي، رصدت اليوم الصحافة وتحدثت عن أكثر من 100 انتهاك نال الصحفيين خلال الربع الأول أو النصف الأول من العام الجاري من قبل ميليشيا الحوثي، في ظل أيضا تغاضي الأمم المتحدة وانشغالها بإنقاذ هذه الميليشيا عقب الانكسارات المتلاحقة التي لحقت بها في الحديدة وغيرها من الجبهات. لا شك بأن أصحاب الأقلام الحرة دائما هم من يدفعون الثمن الغالي لآرائهم ومواقفهم في هذه الحروب، وهم ضحايا الانتهاكات دائما من كل جانب. ومن المؤسف لا أن من كانوا يتشدقون بالمظلوميات أو يتشدقون بالحقوق والحريات هم من صاروا ينتهكون ذلك. نعم. أو من يحاولون كذلك الدفاع عن هذه المبادئ ويقومون بانتهاكها نظرا لقصور الوعي والذهنية المتدنية للقائمين بالأمر والذين يرتكبون مثل هذه الأخطاء والجرائم. نعم. أود التوضيح بالنسبة لقضية الأمم المتحدة ودورها. لا ننظر شخصيا، لا أنظر إلى دور الأمم المتحدة بأنه إنقاذ لطرف هنا أو طرف هناك، قدر ما هو مسعى يجب تشجيعه بالنسبة لإنقاذ الشعب اليمني من المآسي التي يعيشها. طيب أستاذ لطفي، دور الأمم المتحدة دائما ما يوصف بأنه دور مشبوه، يعني بعد أين دورها منذ 3 سنوات من المعاناة والقمع والتشريد الذي يعيشه الشعب اليمني والموت والهلاك والدمار والحصار؟ يعني ربما موجة جوع وفقر وضربت الحديدة قبل أكثر من عام ولم نسمع أي صوت الأمم المتحدة. اليوم بعد أن سعت القوات المشتركة لتحرير هذه المدينة بناء على طلب أيضا أبنائها الذين خرجوا الانتفاضة أيضا شعبية، دخلت الأمم المتحدة ودعت إلى وقف العمليات العسكرية فيها. لا ننسى عزيزي بأن هناك بعض القوة الأطراف المشتركة في القوات أوقفت مشاركتها أو جمدت قليلا لكي تفسح مجالا لمساعي الحل السياسي. نعم. ثم أن هناك دور تقوم به الأمم المتحدة ودور وسيط في الأساس، لا تستطيع أن تقوم بكل الأمور، والجوانب والمجالات الإنسانية تختص بها المجالات المعنية وهي تمشي. نعم. في نطاق محدود عموما. نعم. لا تستطيع أن تطلب منها فوق طاقتها. نعم. سأعود إليك يا أستاذ لطفي أرجو أن تبقى معي. أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ الصحفي والإعلامي منير الماوري. أستاذ منير مرحبا بك مجددا. مرحبا بكم أستاذ منير. تحدثت اليوم الصحافة حول أكثر من محور أبرزها الانتهاكات التي نالت معظم الصحفيين داخل البلد من قبل ميليشيا الحوثي، آخرها تقرير صادر عن نقابة الصحفيين بأكثر من 100 انتهاك نال الصحفيين في خلال النصف الأول من العام الجاري. فعلا الميليشيا الحوثية كما تعرفون وبالذات أنتم في اليمن اليوم استهدفتكم من في 2 ديسمبر. نعم. من العام الماضي عندما قامت بتحركها العسكري ضد حلفائها، وبالتالي فهي تستهدف الصحفيين بشكل كبير، والانتهاكات تجاوزت كثيرا. هناك من مضى عليه أكثر من عامين في سجون الحوثيين، بينهم نجل الأستاذ الزميل الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي وآخرين كثر في تلك السجون، وهم يعرفون أن الصحفي له دور كبير ولذلك يمارسون هذه الانتهاكات ضد حرية الكلمة، لأنهم لا يريدون أن يعرف العالم ماذا يجري من انتهاكات داخل صنعاء وما حولها. طيب أستاذ منير، برأيك هذه الجماعة تدعي التأييد الإلهي لها وأنها أصبحت تواجه العالم، وربما في قادم الأيام سنسمع أن الملائكة حتى نزلت تقاتل معها، يعني لماذا تخاف من مجرد صحفي فضح أو كشف بعض الانتهاكات التي يتعرض لها الناس أو السكان، أو أيضا الانتهاكات هنالك من فارق الحياة، من هنالك من مات في سجون الميليشيا من الصحفيين، فلماذا الخوف والفزع من مجرد قول أو صوت أو رأي إذا كانت بهذه القوة والعنجهية التي تدعي أنها تواجه به العالم وأنها تحرز كل يوم انتصارات؟
وفي الواقع الميليشيا الحوثية لا تواجه العالم، تواجه الشعب اليمني فقط وتواجه الأبرياء في الداخل. أما العالم فعلى ما يبدو أنهم يدعمون هذه الميليشيا لأسباب قد تكون أنهم يدركون أن الميليشيا الكهنوتية لا تستطيع أن تقيم دولة ومجتمع يشكل خطر على الغرب أو على الجيران. نعم. كما يتوقعون. لا يريدون لليمن أن تكون له قائمة، وأفضل من يحقق هذا الغرض هو الميليشيات الكهنوتية أو اللجوء إلى الجماعات الدينية سواء كانت سنية أو شيعية. هذه جماعات فاشلة لا تقتل المجتمعات وتميتها تصيبها بالتخلف، وهذا يخدم المصالح الغربية. طيب أستاذ منير، اليوم تتحدث لدينا الصحافة عن تناقض واضح فيما صرح المبعوث الأممي، تحدث عن تجاوب علاقة ومن قبل الميليشيا دون أن يفصح عن هذا التجاوب، وما هي القاعدة التي سيبني عليها فيما لو تم جولة من حوار قادم. وفي صحافة تحدثت عن الرفض الكلي لأي حوار قادم مشروط من قبل الميليشيات. برأيك هذا التناقض أو هذا تناقض أو تناغم، وإلى ماذا سيجرنا في قادم الأيام؟ هو فعلا قبل قليل أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي سيقدم إحاطته لمجلس الأمن غدا مساء. نعم. لا ندري هل سيأتي إلى نيويورك، هو غادر صنعاء لكن لا أدري أين وجهته، هل ستكون إحاطته عبر الأقمار الصناعية بالفيديو أم أنه سيأتي إلى نيويورك. لكن التجاوب الذي يعتبره تنازلا من الحوثيين هم أنهم وافقوا على تسليم الميناء، تسليم الحديدة والميناء للمنظمة الدولية أو لجهة دولية أو مجموعة من الدول تدير الميناء. الحوثيون لا يريدون أن يسلموا ميناء الحديدة للشرعية اليمنية، والمجتمع الدولي على ما يبدو يتعاطف معهم في هذه الناحية بالذات، لأنهم يدركون أن الشرعية فشلت في إدارة ميناء عدن. نعم. وستفشل في إدارة ميناء الحديدة، لكن الحوثي يفضل أن يقدم الحديدة لجهة دولية على أن يديرها أخاه اليمني. والصراع هو صراع على الإيرادات، على المال الذي يأتي من ميناء الحديدة. الشرعية تريد المال لمصالح الخاصة، وأيضا الحوثي يريد المال للإنفاق على مجهوده الحربي. وهذا التنازل بالذات هو لم يأتي إلا بعد أن نجحت القوات اليمنية الوطنية. نعم. في الحديدة ووجهت ضربات قاسمة للوجود الحوثي في الحديدة، وهذا أجبرها بالفعل. لكن الذي يقوم بالدور الأكبر ميدانيا الآن من الأشقاء هي دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. في حين أن السعودية وقفت في موضوع الحديدة كالمتفرج، ولا ندري ما هي المشكلات الداخلية التي تعاني منها المملكة، بحيث أن الجبهات التي يفترض أن المملكة مشرفة عليها نائمة لا تتحرك، سواء في شمال صنعاء أو في الأماكن الأخرى وفي صرواح وغيرها. لو تحركت كل الجبهات في آن واحد لما صمدت الحديدة ولا استعادتها قوى القوى الوطنية. طيب أستاذ منير، هنالك ما يتحدث بحكم قربك أو تواجدك في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ترى إلى أين يتجه الملف اليمني؟ ما هل نحو مستقبل مجهول كالذي حادث في سوريا والعراق، أم أن القوى المقاومة الوطنية ستدير ظهرها لأي ضغوطات خارجية وتقوم بتحرير مدينة الحديدة، وما الذي سيترتب في حال تم ذلك؟ على ما يبدو أن المجتمع الدولي موحد في شأن اليمن، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن من لديهم حق استخدام الفيتو
بما في ذلك روسيا والصين لا يريدون أن يختلفوا فيما يتعلق باليمن لأنهم مختلفون بشأن سوريا، لكن الاتفاق على ما يبدو أنه لابد من حل سياسي للقضية اليمنية، وتوصلوا إلى استنتاج أخير بأن الحل العسكري غير ممكن، خصوصا أن الشرعية فشلت في إدارة الملف العسكري ولم تقم بدورها، وتحولت الإنفاقات المالية الهائلة التي يقدمها الجيران إلى مصالح خاصة، ولدرجة أن الأعداد المسجلة من المقاتلين تختلف عن الأعداد الحقيقية، هناك أعداد وهمية وهناك فساد. لن يعود المجتمع الدولي بعد مرور 3 سنوات يثق في إمكانية الحل العسكري، وهم معذورون لذلك. الضغط الذي يحدث هو للتوصل إلى حل سياسي. نعم، سأعود لك أستاذ منير، أرجو أن تبقى معي. أعود لك أستاذ لطفي، من حيث ما انتهى الأستاذ منير تحدث أو بوضوح وكشف التلاعب بالملف اليمني، سواء للقوى المتصارعة في الداخل أو لقوى النفوذ العالمي التي لديها مصالح، برأيك أين سيكون الشعب اليمني أمام هذا الصراع القائم ما بين، كما تحدث الأستاذ منير عن صراع داخلي الهدف منه الإتاوات التي تأتي من ميناء هنا أو هناك، إلى جانب أيضا الصراع الدولي القائم على مصالح صفقات السلاح العالمية، أين سيكون موقف الشعب اليمني؟ إلى أين سنتجه مستقبلا؟ ما هو الحل برأيك؟ الشعب اليمني فوض أمره إلى الله، وهو صابر وصامد حقيقة في وجه الفساد الذي يعانيه من المحيط به من كل جانب، ظهر الفساد في البر والبحر. نعم، وحقيقة أن قلوبنا تقطر ألما على ما آل إليه حال وطننا، وكيف صار لعبة يتداولها اللاعبون والمتلاعبون، سواء المحليون أو الدوليون أو الإقليميون، أو سواء المحليين أو الإقليميين أو الدوليين. وهو ما نعمله في كل الأحوال هو نجاح مساعي السلام بما يكفل حقيقة، نستطيع نقول ما يضمن للأجيال القادمة ويضمن للأجيال القائمة أيضا الحياة بعزة وكرامة حقيقية، لا بكرامة مهانة أو بسيادة أو تحت ظل سيادة غير مهابة. نعم، أما بالنسبة للموقف الدولي حقيقة في كل الأحوال هذه الدول الكبرى تنظر إلى مصالحها، لا تنظر إلى إلى مصالحها في المجمل، يأتي في الإطار المصالح الأخرى. نعم، يعني بحسب جدولتها لديهم. نعم، طيب أستاذ لطفي، برأيك يعني من المستفيد من هذا الصراع القائم من كل الأطراف طبعا، وإلى متى؟ هل نحن أمام سيناريو مجهول أم أنها المسألة مسألة كما ذكر أستاذ منير الكل اقتنع على أنه لابد من حوار سياسي قادم؟ كيف سيبني هذا الحوار، وما هي الضمانة اللي ممكن أن تقدم سواء للشرعية أو للقوات التحالف أو للقوى الوطنية المناهضة للعدوان أمام هذه الميليشيا التي لا تؤمن إلا برجعيات ما قبل 1400 عام؟ نحن نؤمن بمرجعيات العصر بداية. نعم، ولا نشجع على أن ندخل مصحة المجانين كما قيل في تلك المقولة السابقة الذين تصارعون حول قضايا. نعم، حول شخصين أو يعني في قديم الزمن من رضي الله عنهم وقالوا يعني القصة معروفة، أو قالوا اذهبوا بهؤلاء المختلفين إلى مصحة المجانين. الحمد لله نحن لسنا بحاجة إلى أن نذهب لذلك. نعم، أما أولئك الذين هم أسرى لصراعات الماضي نقول لهم دعوا الماضي لأهله ودعوا الماضي فتلك أمة قد خلت، أما الآن فعلينا أن ننظر في الأمة التي ستخلو دون أن تنجز أي شيئا لواقعها ولمستقبلها. نعم، أما بالنسبة أو نعود إلى قضية المرجعيات الأساسية التي لدينا، نحن لدينا مرجعيات أعتقد أنها واضحة وبعضها محتاج إلى تعديل ومحتاج إلى حوار حوله، بحيث أن يكون هناك إجماع حقيقي بين القوى اليمنية جميعا وهناك اطمئنان إقليمي حول تنفيذه. نعم، وفي كل الأحوال نحن نواجه معادلة معقدة جدا في مسألتنا اليمنية، وأعود فيما بعد إلى ما تفضلت في سؤالك بالنسبة للمستقبل المجهول. نعم، أننا المعادلة المعقدة حقيقة تتمثل في أنه الضغط باتجاه السلام لا يمكن أن يتم إلا بشكل القوة التي تتم من خلال المواجهات التي هي قائمة الآن. نعم، مع الأسف. نعم،
والشيء الآخر أن لا يمكن التحليق في فضاء السلام بغير وجود هذا الجناح السياسي الذي نحن نشكو منه حقيقة. فبالتالي هو لابد من صيغة أي جناح، ليس جناح سياسي كما تذكر صارت في جناح، جناح ميليشياوي، جناح مسلح يتعامل بقوة السلاح وقوة العنجهية بعيد عن أي مشروع سياسي. بالتأكيد وبالتالي هو صحيح، وأنا أتفق معك فيما قلت، ولذلك نقول بأن هناك اتجاه نحو يعني ضغط، اتجاه ضاغط نحو السلام بالقوة المقابلة لها، القوة التي تضع كل شيء في نصابه. نعم. لا تساعد أحد على التغول أو على يعني الاستشراء السرطاني. نحن الآن في عصر جديد ومفاهيم جديدة، لا يمكن أن نبقى أسرى لمفاهيم ماضوية، ولا يمكن أيضا أن نتعامل في شكل خارج إطار القوانين والدستور. نعم. نضالنا الحقيقي هو في التزامنا بالقوانين والدستور، وليس بالتزامنا أو تمسكنا بسلاحنا أو تشدقنا بغارات الآخرين علينا. نعم. أعود لك أستاذ منير، هنالك من يتحدث عن قناعة أن مسألة الحديث عن صفقة أو مناورة سياسية لحوار قادم مجرد استهلاك إعلامي، فيما الواقع يتحدث عن جماعة لا تؤمن إلا بقوة السلاح وأنها أصبحت سرطان خبيث يجب استئصاله من داخل اليمن والجزيرة. تعليقك. لا أعتقد أن دعاة الاستئصال لن ينجحوا لأي طرف من الأطراف. في نهاية الأمر أمام اليمنيين خيارين لا غيرهما، إما التعايش وأن يقبل الكل بالكل ولا أحد سيد على أحد ونعيش كما كنا من قبل من بعد ثورة 26 سبتمبر، أو أن يكون هناك الخيار الآخر الذي ستتحول فيها الحرب إلى حرب عرقية ربما تطول وربما ترفع المشاعر وتصفيات لا أحد يرغب بها. المشكلة في الوضع اليمني هو غياب القيادة. الإرادة الداخلية هي مهمة في فرض مستقبل البلد وفي فرض الطريقة الصحيحة لما يريده الشعب اليمني على الدائرة الإقليمية وعلى الدائرة الدولية. وعلى سبيل المثال في حرب 94 كان هناك إرادة خارجية وإقليمية بتقسيم اليمن، ووقف وأعطي الرئيس علي عبد الله الصالح الرئيس السابق رحمه الله أعطي إنذارا بعدم دخول عدن. نعم. من أجل تعميق وقيل وقتها أن عدن خط أحمر، فعندما وجدت القيادة في ذلك الوقت ضرب بالتهديدات الدولية عرض الحائط ودخل وحافظ على الوحدة، فوضع العالم كله أمام الأمر الواقع وحافظ على بلاده. إذن عفوا أستاذ منير، ألا يعطينا هذا أيضا مبرر للقوات الوطنية أن تقوم بتحرير الحديدة من هذه الميليشيا وتدير ظهرها لأي توجهات خارجية طالما وأبناء الشعب وأبناء الحديدة أنفسهم يتوقون لهذا التحرير؟ هذا يفترض، لكن في ظل غياب القيادة لن يحدث ذلك. لا توجد قيادة تستطيع أن توحد هذه الإرادات وتجمع بينها. ليس أمامنا إلا القبول بالحوار، وبعد الحوار سوف نصفي بيتنا الداخلي ونعرف كيف نرتبه. الشرعية الحالية أخذت من الحوار الوطني شيء واحد فقط أدى إلى الحرب، وهو موضوع تقسيم البلاد إلى أقاليم. وهذا كان اعتراض من قبل الحوثيين ومن قبل كثير من القوى وأدى إلى الحرب، وكنا قد حذرنا في وقت الحوار من أن هذا سيحدث، لكن يبدو أن جارتنا المملكة العربية السعودية تريد أن يحدث ضعف في اليمن وانقسام. نعم. لديها مصالح وتريد منفذ إلى بحر العرب. نعم. وتريد إقامة مشاريع في المهرة وفي غيرها وفي حضرموت، وكان الرئيس علي عبد الله الصالح قد صد هذه الرغبات. نعم. لكن الآن يبدو أن الشرعية الحالية منحت أو تنازلت عن السيادة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبهذا فإن المستفيد الأول هو المملكة العربية السعودية، يعتقدون أنهم سيكونون المستفيدون.
ولا أدري إن كان ذلك سيحدث أم لا، لأن الشعب اليمني إرادته قوية، وقد سبق أن تحالف الإماميون مع الملكيون مع السعودية نفسها، نعم، وفشلوا في القضاء على الجمهورية، وسيفشلوا في القضاء على الوحدة وفي القضاء على إرادة الشعب اليمني، لأن إرادة الشعوب لا تقهر. طيب أستاذ منير، على غرار ما ذكرت أنه لابد من حوار، أين سنذهب من قاع القاعدة التي تقول أن تجريب يعني تجريب الفشل، أو يعني الفشل على الفشل، أو تجريب الفشل يعتبر يؤدي إلى فشل، أو تجريب المجرب فشل إن صح التعبير عفوا، يعني ما هي الضمانات اللي ممكن أن تقدم أن هذه الميليشيا ستلتزم وتعود إلى المربع الحوار، وألا ولا يمكن أن تنكث بالعهود التي نكثتها على مدى 3 سنوات وجولات ماضية؟ الميليشيات تلقت ضربات كبيرة، وهي تستمد قوتها من ضعف الطرف الآخر ومن ضعف الشرعية ومن غياب الإرادة، فهم أدركوا أنهم لا يستطيعون أن يحكموا اليمن كل اليمن. لا يمكن أن ينجح مشروع كهنوتي يحول الناس إلى سادة وعبيد. هذا غير مقبول. والحوثي على ما يبدو أدرك ذلك، ثم أن القرار ليس بيده، القرار هو في طهران. والإيرانيين وصلوا إلى هذه القناعة أنهم لا بد أن يقدموا تنازلات في اليمن من أجل أن يكسبوا في سوريا أو في غيرها. طيب أستاذ منير، عفوا وإن قاطعت كلامك، طالما تحدثت أن القرار في طهران، ألا يؤكد هذا ألا حوار مع هذه الميليشيا التي تعتبر مسلوبة القرار والإرادة؟ لا، الحوار مطلوب، الحوار مطلوب حتى مع الشيطان، رب العالمين تحاور مع الشيطان، لكن هذا لا يعني أن نسلم بمصالح الشعب اليمني أو نتنازل عنها. أي شيء يحافظ على الجمهورية ويحافظ على النظام الجمهوري، وهناك كثير من نتائج الحوار الوطني والمخرجات التي اعتبرت مرجعية، إذا ما استثنينا منها موضوع الأقاليم، فإذا ما طبقت ونزل الدستور الاستفتاء وفرضت الانتخابات والديمقراطية، لا مكان لهم هؤلاء. هؤلاء أجرموا في حق الشعب اليمني وسيلقوا حسابهم، يعني لن يفلتوا. قد في كل الأطراف من أجرم في حق هذا الشعب، الشعب صبور وتحمل كثير، ولم يعد هناك مجال للاستمرار في هذا الصراع العسكري، لابد من وقفه والبدء في الحوار مهما كانت التنازلات، بشرط ألا تكون تنازل عن الجمهورية وعن الوحدة والاستقرار. طيب أستاذ منير، دعنا أيضا في ختام هذا اللقاء نتحدث بصراحة وبمكاشفة حقيقية، أنت كمحلل سياسي ودائما وتراقب الشأن اليمني منذ عدة سنوات، كيف تقرأ مستقبل اليمن؟ ورسالة توجهها في ختام هذا اللقاء إلى أبناء الشعب اليمني داخل وخارج الوطن ولمختلف القوى السياسية. أنا متفائل جدا بأن الصبر الذي قدمه الشعب اليمني والتحمل هذا الكبير، صبر لا يطيقه أي شعب، هذا شعب عظيم قدم الكثير، متفائل بأن مردود هذا الصبر سيحصد، سيحصده هذا الشعب، وأن المتآمرين في الداخل وفي الخارج سوف يفشلون، لأن إرادة رب العالمين فوق إرادة المجتمع الدولي وفوق إرادة الجيران وفوق إرادة الكل. هناك من الجيران من يدعم الشعب اليمني بصدق، وهناك من في الداخل قوى شابة بدأت تتنبه لما يجري، نعم، والأوضاع غير الصحيحة لا تدوم، هي تفشل وتنتهي، وفي النهاية أنا متفائل أن الشعب اليمني سوف يحقق دولته، يستعيدها ويعود الازدهار والعمل والإنتاج بدلا من الحرب. رسالة توجهها لمختلف القوى الوطنية في أمام الصراع القائم وأمام يعني ضاق صبر اليمنيون في جميع أنحاء البلد سواء خارج الوطن أو داخل الوطن. الرسالة التي أوجهها هي أن التغيير لابد أن يحصل
بحيث ألا تتكرر نفس الممارسات. نعم. وأن بناء الدولة ووجود دولة يمنية تحمي حقوق الجميع هو له أهمية قصوى وتصب في مصلحة كل فرد. هناك أناس يفضلون مصالحهم على مصالح الدولة وعلى مصالح الوطن وعلى مصالح الشعب، نقول لهم فليكن، مصلحتكم تكمن في وجود دولة. نعم. هناك من خرج من اليمن إلى دول أخرى آوتهم تلك الدول لأنها دول. في وطننا عندما غابت الدولة لأسباب نتحمل وزرها جميعا، نعم، عندما غابت الدولة لم يجد أحد من يحميه. نعم، أشكرك. وصلت رسالة أستاذ منير داهما للوقت، أسمحك عذرا. أشكرك الصحفي والإعلامي أستاذ منير الموري، كنت معي عبر الهاتف، أعود وأختتم أيضا معك أستاذ لطفي نعمان في دقائق. رسالة أخيرة أنت توجهها لأبناء الشعب اليمني ولكافة القوى الوطنية داخل وخارج الوطن. نوجه رسالة لكل أسر المعتقلين بأن الفرق قريب إن شاء الله بالنسبة لأولادهم، لابد. نعم. بأن يفرقوا، سواء كان الأخ العزيز حمزة يحيى عبد الرقيب القبيحي. نعم. أو زملائنا الآخرين الذين تم اعتقالهم بالأمس من قبل الميليشيات والذين تعرضوا للمضايقات أيضا في مناطق الجنوبية، ونبشرهم كذلك بأن المستقبل ليس مجهولا أبدا، فختام الحرب. نعم. سلام إن شاء الله. نعم. وحتى لا يبقى اليمن محكوما أو مقضيا عليه بغارات التحالف. نعم. وتحكم التخلف، لابد من أن يهتدي اليمنيون وأن يعودوا إلى صوابهم وأن يستعيدوا حكمتهم اليمنية. أشكرك الصحفي والإعلامي لطفي نعمان، كنت معي عبر الرقمنة الصناعية. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.